العمل بقنبلة موقوتة. فرصت نیست حرف این کار رو بکنی؟ مجبوری. چند سالته؟ 18. مجبوریم چه کار کنیم؟ هیچی نیست همین کل بلوچستان بغرد یک کارخونه پیدا شد بعدم بخرم زمین های کشاورزی که میبینید یاد کشاورزی ها آم واسه خوردن نداشت گزایل کشی بود تا ترمینال زایدان ترمینال دیما داشت پده کبتا و تیر کرتا تیر کرتا یا ما آچش کبتا فيلم عن مخاطر الحياة لكسب لقمة عيش بمحافظة سيستان وبلوشستان في إيران. مقطع مؤلم من الرجال والشباب الذين يعرضون حياتهم في أي لحظة للخطر من أجل الحصول على لقمة من العيش. الرجال من مختلف الأعمار، أحيانا يكون مراهق عمره 18 عاما يجب أن يهتم بالجامعة واختبار دخول الجامعة، وأحيانا رجل يبلغ من العمر 60 عاما يجب أن يتقاعد ويأخذ راحة، ولكن هاجس هؤلاء الرجال البلوش هو مجرد توفير لقمة خبز حتى لا يخجلوا أمام أفراد عائلتهم، فقط وفقط الخبز حتى لا تكون المائدة فارغة، ولا أي خبز من عطلات نهاية الأسبوع وعطلات عيد النوروز والرحلات وإلى آخره. صعوبة العمل، حرارة وبرودة الهواء، مخاطر محتملة لانقلاب السيارة أو حرقها، احتكاك فيزيائي وإطلاق قوى الأمن الداخلي النار مما سيؤدي إما إلى الموت والاحتراق في النار أو دفع غرامة باهظة وضبط السيارة. وكل ما قيل بشأن صعوبة هذه المهنة سيدرك كل شخص حكيم أن اختيار وظيفة نقل الوقود يرجع إلى الفقر والبطالة ولا شيء آخر. كيف هذا؟ بابا بخاطر بنزين هذا باباتو أنا باباتي قرصدين